طبعا انا بديت العمل الاعلامي كصحفي لما كنت طفل صغير. كنت احب اقرا دائما الصحف الرياضيه، وكنت اطمح في يوم من الايام اني اصير صحفي. انتظرت هالفرصه هذه لفتره طويله الين بدا عصر المنتديات. صرت اكتب في المنتديات العامه الاجتماعيه، وتخصصت في الرياضه بشكل خاص، اكتب عن انديه القطيف بشكل ادق، او عن ناديه كان نادي الخويلديه. مع مرور الوقت جلست انتظر تحصل فرصه، دخلت الجامعه. في السنه الاخيره في الجامعه صارت فرصه ان كان في برنامج لجريده الحياه، برنامج يبتعثوا فيه الاشخاص الخريجين اللي باقي عليه مثلا سمستر واحد ويتخرج، يعطى فرصه في برنامج اسمه مدرسه الحياه. على طول انا مباشره اخذت الاعلان، بلغت احد زملائي كان اسمه الصحفي محمد المرزوق، قلت له ترى في برنامج فرصه تاريخيه قد تحصل لي انا وانت. قال يلا رحنا انا وياه. هو سجل، انا ما سجلت، مع انه كان حلمي لي ان انا اشترك في مثل هذا البرنامج. كان عندي عائق بسيط جدا، كان مبلغ مالي ممكن لو اقول لكم اياه راح تستغربوا، بس ذاك الوقت ايام الجامعه كان يمثل بالنسبه لنا شيء كبير. ما وفقت، هو دخل البرنامج والحمد لله ابتعث الى بيروت لندن. تخرجت انا من الجامعه، ضليت 4 سنوات. بعد 4 سنوات من تخرجي من الجامعه بعض الشباب بلغوني ان فيه برنامج، عفوا موقع اعلامي الكتروني راح يكون اول موقع الكتروني رياضي على مستوى المملكه. مرتضى العلوي، حسين العنكي، عشان لا انسى فضلهم. والحمد لله بدا الموقع، انطلق، صار فتره من الفترات احدث طفره، احدث نقله نوعيه. من هذا الموقع، من شبكه القطيف الرياضيه، تفرعت عده برامج، ابرزها حفل تكريم انديه القطيف اللي راح يقام حفله الخامس في الاسبوع القادم ان شاء الله. هذه تجربه بالنسبه الى العمل، خلينا نقول لكم، التطوعي. بالنسبه للعمل الاحترافي، بعد العمل الطويل في شبكة القطيف الرياضية، حصلت فرصة قبل افتتاح جريدة الشرق. جاني عرض منهم، ايش رايك تشتغل معانا؟ في وين؟ في قسم الرياضي. قدمت لهم بعض الأعمال، الحمد لله وفقت، انطلقت وياهم. احنا في القطيف لدينا مجموعة كفاءات، أنا ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن مجموعة كبيرة. قبل حوالي 10 سنوات كان عدد الصحفيين الرياضيين بشكل خاص لا يتجاوز 8-9 أشخاص. اليوم لدينا محترفين فوق 25 صحفي رياضي، غير محترفين الأشخاص المتخصصين في السوشيال ميديا، ما شاء الله أعداد كبيرة. عشان لا أطيل عليكم، أحب أقدم لكم الشكر الجزيل. أنا كان ودي أتكلم أكثر وأتكلم عن التجربة بشكل أعمق، لكن أحب أذكر أن ترى القطيف فعلا لديها مجموعة من المبدعين، لديها مجموعة من الصحفيين الرياضيين المتميزين. أشكر أبو هادي ومنتدى الثلاثاء الثقافي على هذه المبادرة، وأحب أنوه أن ترى لدينا عديد من المشاركات. إحنا الصحفيين الرياضيين، يمكن أنتم المتخصصين في المجال الثقافي، قد يكون القلة منكم اللي يسمع بالصحفيين أو الأشخاص المنجزين على المستوى الرياضي. إحنا قبل فترة كان عندنا حسام النصر من جريدة اليوم، ابتعث إلى أو تم اختياره من ضمن الأشخاص اللي غطوا من أولمبياد ريو دي جانيرو، وهذا يعتبر إنجاز كبير بحد ذاته. إضافة إلى أن شباب القطيف أو الصحفيين الرياضيين في القطيف بشكل خاص دائما ما يتم اختيارهم لتغطية المنافسات الرياضية. في الختام أحب أشكركم جزيل الشكر، وأشكرك أبو هادي وجميع القائمين على منتدى الثلاثاء الثقافي على هذه المبادرة تجاه الإعلاميين الرياضيين. ما في مجال أكثر أتكلم عن العمل أو الإنجاز الأخير، فشكرا لكم جميعا لحسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي عاصر.